طيبة لكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج قيد الإنجاز، لحتى نسلط الضوء على أهم المشاريع المتواجدة بمحافظة اللاذقية. ومشروعنا لليوم هو إعادة تأهيل وترميم مدرسة جول جمال الأثرية. خلوكم معنا وتابعونا. وترميم المدرسة بيسعدنا يكون معنا مهندسة شيراز قصعلي لتحكي لنا أكثر عن التفاصيل. بنرحب فيكي مهندسة شيراز بحلقتنا قيد الإنجاز لتحكي لنا أكثر عن المراحل المنجزة خلال هيدي الفترة. أهلا وسهلا أنسي. تم التعاقد على تأهيل وترميم الحالي الإنشائي لمدرسة جول جمال الأثري بقيمة قدرها 313,400,000 وفق عقد، بالإضافة لملحق عقد. تم تكليف جامعة تشرين بإعداد الدراسي اللازم بكون الجملة الإنشائية كانت ضعيفة جدا للمدرسة. دكتور نائل حسن من قام بإعداد الدراسي اللازم للترميم. تم تنفيذ أعمال بيتون مغزوف مع زرع شبكة حديد تسليح، بالإضافة لبيتون رغوي لعزل السطح وطبقة عزل من البلوريتان، بالإضافة لترميم حجر الواجهات كامل وعزله بالماء، عزل مائي. يعني نحكي هلا حاليا قد ايه نسبة التنفيذ؟ المشروع منتهي منها شهر شباط. قد ايه ضل المراحل منجزة؟ نحتاج لتوفر اعتمادات لاستكمال الإكساء للمدرسة من نوافذ، أبواب، في حال تم استبدال البلاط، تنظيف الحجر من الداخل. حول أن التنظيف تم للحجر الخارجي فقط للمبنى مع عزله. نشوف شوية تفاصيل أكثر على أرض الواقع. إيه تمام. هذا عبارة كامل سقف الطابق الثاني زرع حديد مع بيتون مغزوف، بالإضافة عنا السطح عندك نصب بيتون رغوي مع طبقة حماية من البلوريتان. هلأ بنطلع على السطح أنسي. الواجهات كاملة تم تنظيف الحجر إلى للواجهات مع عزلة المائي. نحكي شوي عن هيدي المساحة الخالية، كيف راح يتم التصرف فيها؟ هي نحن هلأ عم يتواصل الدكتور طارق بركات، عم بده يحاولوا يعملوا تنظيم للساحة، في حال توفر الاعتمادات يحولوا جزء حدائق أو أي شيء ثاني وفق دراسة جامعة تشرين. يتم إضافة شيء أثري للمدرسة؟ هلأ هم كان المفروض أنه يحطوا قاعتين للأعصار يتركوا له في حال تم الترميم كامل. شكرا، يعطيك أهلا وسهلا أنسي، شكرا لك. الذي تتميز به هذا الصرح العلمي تاريخيا وتوسطها وسط مدينة اللاذقية وبالتفاعل والتشارك مع جهات معنية بالموضوع من مديرية آثار ومتاحف، مديرية السياحة ومديرية التربية التي هي معنية بالأساس بالحفاظ على هذا الصرح. تم الاتفاق على استكمال الأعمال التي تم البدء بها سابقا من ترميم وإعادة إحياء هذا الصرح لأهميته التاريخي والتربوي. مديرية التربية بالتنسيق مع الوزارة قامت على إعداد الدراسات وإنجاز واستكمال عمليات الترميم والتأهيل للمدرسة. طبعا المدرسة مثل ما شفتوا أنتم على أرض الواقع من الناحية الإنشائية والناحية الفنية تم تقريبيا الوصول لنسبة 50% من عملية التأهيل والترميم. هي بانتظار أيضا إعداد بعض الدراسات واستكمال بعض الدراسات ودعمنا بميزانية محددة لإعادة استكمال هذا ترميم هذا الصراح. طبعا هناك أفكار كثيرة مطروحة وعلى طاولة النقاش ودراسات سوف تعد لاستثمار هذه المدرسة بالشكل الأمثل لأهميتها مثل ما ذكرنا التاريخي، كونها صرح، كونها مدرسة القائد الخالد حافظ الأسد التي تعلم ودرس فيها، وهي محط اهتمام جميع الجهات الفاعلة في المحافظة سواء محافظة اللاذقية، مجلس مدينة اللاذقية، مديرية الآثار والمتاحف، مديرية السياحة ومديرية التربية في اللاذقية. نأمل أن تلقى الدعم والاهتمام لإجراء التشطيبات والاستكمال الخطوات والعمليات النهائية لها لتعود لسابق علاقها.
كمهندسة مشرفة ومن جهاز الإشراف على مرحلة ترميم الحالة الإنشائية لجول جمال، تم بداية قشط الطبقة المتضررة من الياسي، طبعا كلها كانت متضررة، وكان درجة تضرر حديد التسليح واصل الدرجة الثالثة، وهذا توافق مع دراسة الإنشائية اللي قامت بها جامعة تشرين. بعد هيك تم زرع الحديد التسليح اللي هو بأقطار 12 ملي، وكمان بعدين نفذنا تقنية البيتون المقذوف، كنا مشرفين على مكونات الخلطة. كمان أما بالنسبة للجدران الخارجية، تم تنظيف الجدران الخارجية عن طريق بالفرشات الحديدية وبالعصف بالرمل وبالتنظيف بالماء، ثم تم تطبيق مادة للعزل المائي. كمان السطح تم، كانت سطح كتير متضرر، ومتشوف بالصور الأضرار اللي كانت موجودة قبل تنفيذ البيتون الرغوي وصبة ميول، وبعدين نفذنا البوليريتان للعزل المائي للسطح. مادتنا هي تاريخ عمارة، اخترنا هذا المبنى الأثري اللي له أهمية كتير كبيرة تاريخياً، وبيعطي أهمية لمدينة اللاذقية لأنه من أهم المباني المعمارية بالمدينة، فحبينا نوثق هذا المبنى بمادة تاريخ العمارة لنوثق جمالية العمارة القديمة ومتانة الإنشاء فيها من دون أعمدة بأحجار القطع المحيط الرملية يلي مستخدمة عندنا بالساحل السوري. هاي المدرسة لها كتير أهمية من عدة نواحي، من النواحي الهامة إنه هي خرجت كتير سياسيين ومفكرين، ومن أهم من القائد الخالد حافظ الأسد اللي درس بهاي المدرسة، ونحن كجيل شباب من نهتم بإنه نوثق تاريخ مدينتنا من خلال هاي المادة اللي بتحكي عن تاريخ العمارة. أهم المشاريع المنجزة بمحافظة اللاذقية، خلوكن معنا وتابعونا بحلقة جديدة ومشاريع جديدة.